باسم الشخصي وباسمكم جميعا. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صاحب الجلالة والمهابة، السلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، بمناسبة انتخاب رئيس وباقي أعضاء مكتب جهة فاس الكناس في الولاية الانتدابية 2021-2027، يتشرف خادمي من الأعتاب الشريفة عبد الواحد الأنصاري رئيس المجلس الجهوي أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس وسائر ساكنة جهة فاس الكناس أن يتقدم إلى المقام العالي لله بأسمى عبارات الوفاء وأزكى آية الولاء، معربين من جلالتكم عن تعلقنا الدائم بعزنا في العمل إن شاء الله المستقبلي القريب. أولا يصعب تحديده بالتدقيق إلا بعد التطور مع الناس. نغتنم مناسبة التئام جمعنا هذا لانتخاب رئيس مجلس الجهة وأعضاء مكتبه للولاية الثانية من عمر ورش الجهوية المتقدمة التي اتخذتموها نهجا ديمقراطيا متجددا لتدبير المجال الترابي للمملكة، لنعرب لسدتكم المنيعة عن اعتزازنا وفخرنا بالنهج القويم الذي تسيرون عليه بحكمة واتزان وتفان واقتدار، كما نعرب لكم عن إرادتنا القوية في الاستمرار في العمل بروح وطنية متجددة ودائمة للإسهام في الإصلاحات الهيكلية والانخراط في إنجاح هذا الورش الوطني الكبير، ورش الجهوية المتقدمة لترسيخ الحكامة المحلية الجيدة وتعزيز سياسة القرب وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة والمستدامة، ليكون مجلسنا في مستوى خدمة ساكنة هذه الجهة بكل أمانة ومسؤولية. أبقاكم الله يا مولاي ذخرا وملاذا لرعاياكم الأوفياء وحصنا حصينا للبلاد والعباد ودرعا واقيا لأمنها واستقرارها وضامنا لوحدتها وأمينا على مقدساتها الروحية والوطنية، وحقق على يديكم الكريمتين ما تصبو إليه أمتنا الإسلامية والعربية من عز وفخر وسعدة، وحفظكم سبحانه وتعالى بما حفظ به الذكر الحكيم أقر عين جلالتكم بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير بني الحسن، وشد عضودكم بشقيقكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد أسرتكم العلوية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام التام على مقام مولانا الإمام ورحمة الله تعالى وبركاته. عرنا بفاس في 14/1443 الموافق ل 22 سبتمبر 2021 خديم الأعتاب الشريفة عبد الواحد الأنصاري رئيس مجلس جهة فاس الكناس.